عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب محمد علي. المشروع بتاعي بيتكلم عن اللي هو الباك مان ده. الموضوع إنه بيتحرك وبيأكل الكور اللي بتظهر له هنا, بيأكلها لغاية ما تختفي, بعدين بقفل وبفتح تاني. أول حاجة هبدأ أضغط على الأول, ما أضغط على الفلاك ده هيشتغل. هبدأ أحركه بقى بالسهم بتاعي, تمام. بعدين هنا اللي هو الرايت ارو والليفت ارو ده, اول ما بخلصهم بقى بيبدأ بس كده, بعدين يبدأ يتحرك كده. كده بقى انا خلصت الليفل, فكده اقفله. بعدين الكود بتاعي هو ان اول ما اضغط على الفلاج ده يبدأ جوتو اكس واي سالب 216, والواي بتاعته تبقى 119, وبعدين point and direction 0 وفور ايفر موف 5 steps. بعدين FF touching color blue اللي هو بتاع الحافة ده هيعمل تاني 180 درجة, يعني يتقلب تاني. وبعدين when الفلاج ده pressed forever يعمل next custom weight 2.0.2 second, اقل من الثانيه. بعدين عملت وين رايت ار وكي بريس يتحرك بوينت